بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب. قولوا لنا اكس، معكم عبد المجيب. فترة طويلة جدا ما صورت شاشتي بالطريقة هذه، شاشة كاملة. مؤخرا صاير اصور زاوية معينة بالشاشة عشان اصلح وخلص الموضوع، لكن اليوم نطلع من الطرفية شوي، نطلع من الاعدادات حقت السيرفرات، وجعت الراس. نبي نتكلم عن سطح المكتب، بعض الاشياء اللي صارت، بعض الادوات اللي استخدم مؤخرا، يعني باخذ لكم جولة تمام، لعلكم تستفيدوا من بعض الاشياء اللي سويتها مؤخرا. طيب، ما في جديد بصراحة كالعادة، لكن عشان بس مجرد الشخص يعرف وش أنا قاعد أسوي بالضبط، في بس أنا بتجي كثير أحيان بتجيك مجهول إن شاء الله. أول شيء بالنسبة لبرنامج تسجيل ما غيرته، هذا هو زي ما هو فوكو سكرين وشرحته قبل. برنامج عرض الفيديو هذا اللي تكلم منه هو جوف سي فيو تمام، أيضا برنامج موجود بالمستودعات أغلب التوزيعات تمام. إذا خلصت مسجل فيديو على طول أسحب الشاشة هذه هنا، طبعا ما أسحب الشاشة هنا بس مسكرة، أروح هنا عند هذا في مالتي تمام، أضيف الفيديو من هنا، أحول الصيغة من MKV إلى MKV بعد. ليش؟ لأنه بالإعدادات هذه أحصل على نفس الدقة ولكن حجم يقل بشكل كبير عشان أقدر أرفع على اليوتيوب. فمثلا عادة الفيديو عندي يصل 400 ميجا، 450، 300 إلى 500 تمام. غالبا لما أنا بسوي الشغلة هذه ينزل حجم الفيديو 70 ميجا، 60 ميجا، 100 ميجا بالكثير تمام، وهذا شيء ممتاز جدا عشان اخلص بسرعه رفعه. هذه حاجه. هذا بالنسبه لليوتيوب، ايش قاعد اسوي باليوتيوب؟ بعدين اودي اليوتيوب وارفع باليوتيوب تمام. ما عندي اي مونتاج لان بصراحه شخص كسول ما احب انتج، احب اصور الفيديو وارفعه زي ما هو، حتى لو في اخطاء احيانا اضطر اني اوقف الفيديو واعيده من جديد. ميزه المونتاج انه لو غلطت اقول اوف غلطت، لاني اسوي ابتسامه بعدين اكمل بعدين اقطع الفيديو المنطقه هذه، لكن ما احب، مع انه جهازي مؤخرا جمعته عشان السالفه ذي، راح اتكلم عن مواصفات جهازي الحين. طيب نسكر هذه. بالنسبه للجهاز مؤخرا جمعت جهاز الغايه منه، طبعا ما احتاج كل المواصفات اللي موجوده، يعني ما راح استخدم ابد تمام، ولكن الغايه منه هو اني حاب يعني ادخل بشبكه موسعه بجنو لينكس، بحيث اني اقدر اشغل اجهزه وهميه كثيره وادخل من الجهاز ذا على ذا وعلى ذا وعلى ذا واختبر الشبكه ذي وادخل اشوف اعدادات الجدار الحمايه اللي هنا وشغلات زي هذه تمام. احتاج لجهاز قوي، جمعت اي 7 انتل، جبت 16 جيجا رام، وطبعا قابل الزياده بس ما اعتقد 16 جيجا كفايه تمام. كارت الشاشه انفيديا 2 جيجا، ما استخدمه اطلاقا ولا اعرف وش موضوع ال 2 جيجا هذه تمام، ما راح اصل للمرحله ذي لاني ما اتابع افلام اصنع الكمبيوتر تمام. ابعاد الشاشه كبيره زي ما انتم شايفين، سويت الازعاج بالبدايه ما تعودت عليه نظرا انتقلت من شاشه صغيره لكبيره تمام، ف يعني مساله وقت لكن مو مشكله. الواجهه اللي استخدمها مؤخرا هي واجهه جنوم شل. طبعا انا من محاربين جنوم من زمان تمام، ما احب جنوم اللي هي جنوم 3، لكن كنت استخدم جنوم 2 وكانت ممتازه جدا. ولكن المفاجاه هي طبعا قلت اوكي راح اجرب جنوم 3 واعطيه تجربه كامله واحذف كي دي اي، لان الناس من المواصرين الكي دي اي تمام. جنوم مؤخرا صراحه فيها استقرار قوي جدا جدا جدا، مو زي قبل، لا 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 مو زي قبل. قابليه التخصيص صارت ممتعه جدا بسبب الاضافات اللي صارت تنزل على موقع اكستنشن دوت جنوم شل، عموما هن اكستنشنز اسمهم، ابحث عنهم بالجوجل تحصلها الاكستنشنز، الاضافات الخاصه بجنوم. فصار عندي امكانيه خاصه، يعني الواجهه اللي تشوفونها هذه تشبه ابونتو صراحه. انا حبيت بالابونتو الشريط هذا اللي على الجنب لانه يختصر اشياء كثيره، ونظرا لاني ما حبيت موضوع الاوفر فيو بحيث اني اروح اضغط هنا تمام وبعدين من هنا اروح واعدل وما ادري ايش ولا ابحث عن البرامج بشيء معين اضغط عليه، لا قدرت اجيب الشريط هذا واضغط هنا بس واصل للبرامج زي ما انتم شايفين تمام. هذه واحده من الميزات. طيب خلونا نشوف بعض الاضافات اللي نصير نستخدمها لعلها تفيدكم. نصغر هذه شوي، مصغر هذا الملحاج الحين، وتارك هنا برنامج ثاندرد بيرد مفتوح علشان اعرج عليه الحين لانه هو واحد من البرامج المهمه بالنسبه لي. طيب لو جينا الحين وفتحنا على الاضافات، طبعا عن طريق اللي هو تويك تول تمام، هذا تويك تول. طيب هذا الاكستنشنز اللي استخدمته، طبعا حملت كثير وبعدين استقريت على بعضها. الشريط الجانبي هذا اسمه داش تو دوك تمام. داش تو دوك هذا لو حطينا وين راحت الفوكو سكرين، لو جبنا الفوكو سكرين هنا يا استاذ اخر شوي وحطينا ماجنيفيكيشن علشان تقدرون تشوفون اسماء الاضافات تمام. طيب زي ما انتم شايفين اسمه داش تو دوك تمام، هذه اسم الاضافه، هذا هو الشريط على الجنب. ميزته انه قابل للتخصيص، يعني اروح الداش تو دوك من هنا وابدا العب الخصائص زي ما انتم شايفين اوكي. ففي خصائص كثيره صراحه، من ضمنها اللي هي انيميشن تايم،
كم سرعة الإخفاء، شغلات جديدة صراحة أنا ما أبي أتكلم عنها لأني ما سويت الفيديو هذا عشان الشريط هذا، ولكن تقدر تلعب وتشوف تمام. من الأشياء الحلوة اللي عجبتني أنه قدرت أحط شريط كامل، لأنه غالبا أو قبل أغلب الإضافات الموجودة ما كانت تجي كاملة، لو تلاحظ الحين كان يجي بالشكل هذا تمام، لكن فيه الإضافة هذه اللي تمنح لك خاصية أنه يحط له تكبير كامل لما تحط علامة صح. طيب هذه واحدة من الإضافات. طبعا في من الإضافات المهمة بالنسبة لي اللي هي إضافة patience تمام. impatience مش في هذا اسمه. هذه ميزة هذه تسرع لو وقفنا هذه بنلاحظ ان المؤثرات تصير ابطأ شوي، شايفين مؤثرات النظام صارت بطيئة قليلا تمام، لكن لو جيت الحين وشغلت هذه راح لاحظ انه في سرعة اكبر من قبل، شايفين اوكي. فانا احب انه يكون الجهاز بسرعة يشتغل معي، مو موضوع سرعة الجهاز أو أدائه، أحيانا المؤثرات نفسها تحسسك أن الجهاز بطيء بينما هي مؤثرات أصلا تمام. هذه اللي هي واحدة من الإضافات. طبعا في إضافات ثانية راح أتكلم عنها، راح أتكلم عن اللي استخدمه شو ديسكتوب. هذه راحت هذه شو ديسكتوب فروم أوفر فيو. زي ما أنتم ملاحظين ما في إضافة أنك تضغط على مكان معين بالجنوم شيل، مع إنه في إضافة تحط الكيقونة، ولكن تلقائيا ما في شيء تضغط عليه يوريك سطح المكتب. في حركة حلوة أنك ممكن لو رحت هنا ضغطت بأي مكان فاضي بالمنطقة هذه يطلعك سطح المكتب زي ما انتم شايفين. طيب من الاضافات الجميله ايضا اللي هي تي تايم. اذا كنت رايح تشرب شاي كثير مثلي تمام، فبتحتاج الاضافه هذه. الميزه بالاضافه هذه انه لو جينا شفنا هنا في بريك شاي زي ما انتم شايفين، بريك الشاي هذا فيه عددات تمام، في طبعا عددات لبعض انواع الشاي، جرين تي شاي اخضر كم يحتاج من الوقت عشان يستوي، بلاك تي، فروت تي، وايت تي. وايت تي ما عمري شربته صراحه، اللي هو شاي ابيض اسمعه كثير ما اعرفه. شاي فواكه يعني وشلون جايب واكي يعني برتقال وتفاح تحط مع شاي، لكن اللي غالبا اشرب له جرين تي او بلاك تي، راح نجرب ذولي بعدين. الميزه هنا انه اضغط بعد فتره معينه يطلع لك رساله يقول لك ترى الشاي ضبط اشرب ولا تنساه. وليش؟ لانه احيانا الشاي بيصير ميزانيه معينه فما ابي انسى عن الوقت تمام. طيب هذه من الاضافات الحلوه وحلوه حلوه جدا، خاصه عن ارتش لينكس تحتاجها، ارتش لينكس كسي طرفيه. فهذه التوجل تيرمينال عباره عن اضافه، الفائده منها هي انك تضغط على المفتاح سوبر مع حرف تي يجيب لك الطرفيه بس. ادري انه اختصار تافه، ولكن في ميزه انه ما يفتح لك الطرفيه اذا كانت مفتوحه، ما يفتح لك شيء جديد. اعطيكم مثال، لو جيت هنا كتبت مثلا كات اي تي سي مثلا، لا احش دعوه ذي، خلينا نسوي الاس اي تي سي تمام. شوف الفائده والميزه انه لو صغرت هذه ورجعت ضغطت على مفتاح السوبر مع التي جاب لك نفس طرفيتك المفتوحه، اذا كانت الطرفيه مغلقه جاب لك طرفيه جديده. هذه اللي يعجبني بالموضوع تمام. طيب في طبعا يوزر ثيمز كلكم تعرفون، هذه تتيح لك ان تعدل ثيمات شو اسمه جنوم شال نفس الشريط اللي فوق والصاله دي. طيب لو نزلنا شويه تحت ما في شيء يستخدمه. طبعا في ويب هذه حق ويب ويندوز ما فيه مشاكل، اللي تخلي النافذة شوي تمايل معك بس ما ارتحت لها، فيها مشاكل تقريبا. طيب بالنسبة للثيمات تمام، ما في شيء معين جاز لي بصراحة مؤخرا غير طقم الثيمات اللي صرت استخدمه مؤخرا، طقم الايقونات صح زي ما انتم شايفين الايقونات هنا شكلها حلو مرة وجذاب تمام. طقم الايقونات هذه اسمه موكا، هذا اسمه تمام، ممكن تحمل وتحصل عليه. الباقي كله الاضافات الافتراضية ما سويت شيء، يعني خاصة الثيم الادوايتا هذا او دويتا تمام اللي يجمع جنوم سابقا كان شكله قبيح، ولكن مؤخرا اشتغلوا عليه بشكل رهيب جدا، صار يعني حتى زر الاغلاق والشغلات دي صار حلوه 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 الى الاخر. من الاضافات الجميله جدا طبعا وهي اللي تذكر باضافات الجنوم مؤخرا، انا ما ادري هذه جنوم 3.10 اللي عندي، خلوني اتاكد تمام. باكمان كيو جنوم ابوب اوكي 3.10.3 تمام، هذه هي إصدارة الباتشة. في 3.11 لكن ما بعد جات للحين، موجودة بالارت الاختبارية اللي هي غير مستقرة طبعا. طيب نسكر هذا. الأشياء الجميلة اللي زي ما قلت لكم اللي هي الحسابات الأكاونت اللي شفناها الحين تمام، اللاين أكاونت هذه أوه جازت لي بالعيل هذه. إيش المميز؟ أنا أقولكم إيش المميز. عندي أون كلاود، استخدم أون كلاود أنا على سيرفر محلي بالبيت زي ما أنتم شايفين، فتجيب لي التقويم حقي هنا زي ما انتم شايفين، التقويم صار طالع هنا، المهام اللي تبي تسويها الى اخره. بالمناسبه راح تشوفون ان شاء الله بتيدكس الاسبوع الجاي، فهذه المهمه حق تيدكس. عموما الاسبوع الجاي انا بطلع بتيدكس بتكلم عن شغلات معينه، اذا تم نقل على الانترنت بتشوفون، اذا تم نقل انتظروا بتنقع على الانترنت اعتقد ما ادري. عموما خلاص. طبعا في بعض الاشياء هنا اللي هي زي ما شايف حساباتك على جابر او على جيميل او على اي كان تمام. طيب شو عندي بعد؟
في عندي الثندر بيرد طبعا بيشوف الايقونه حقته كان ايقونه فوتوشوب لكن بسبب طقم الايقونات هذه لو على الثندر بيرد في بعض الاضافات الحلوه اللي قديمه هي اصلا بس انا استخدم كثير اللي هي الفاير تري بحيث انه البرنامج لما نسكره ما يتسكر يصير موجود تحت مصغر بالمنطقه هذه زي ما انتم شايفين هذا هو هنا تمام في عندك اللي هي اللايتنج هذه بالتقويم هذه تيست بايلوت هذه اذا انت بتبرع تبي تدعم فريق الثندر بيرد نازل هذه بحيث انه يرسل اعداداتك يرسل مشاكلكم والى اخره لهم طبعا ما يرسل اشياء شخصيه لا تخاف في بعض البلاجنز اللي هنا في اشياء انا ما حملتها لكن في عندك جنوم شل هذه جنوم شل انتجريشن الباقيات ذول ما اعرفهم حتى انا ما اذكر اني نزلت جوجل توك بلاجن ولا شيء لكن ما عندي جوجل توك كبره لكن في ال سي مالتي ميديا عشان نزلت في ال سي في شغلات غريبه صراحه يمكن ينزل جوجل توك هنا شيء ما ادري الله اعلم طيب هذا اللي عندي مؤخرا جنوم شل 13.3 هي 13.3 ترانزيت اعتقد 13 انا شفته قبل شوي مستقره جدا استخدم الار اتش لينكس الحين مبسوط جدا 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 مع التوزيعه ومع الواجهه هذه الاعدادات اللي صارت اللي هي زي ما تقول الرابط ما بين حسابات الاونلاين وما ادري ايش تحس انه كل شيء عندك صار بسطح المكتب في اشياء ثانيه هم طوروا لكن هذا اهم الاشياء اللي تهمنا من ضمن الاشياء طوروا مثلا لو جيت ضغطت هنا بتشوف اللي هي الصوره حقت حسابك تمام ممكن تسجل خروج من هنا توصل الاعدادات بسرعه زي ما انتم شايفين هنا في الاعدادات تمام لاحظت ان المكبر هذا صار يشتت في اشياء كثيره صراحه ممكن تستكشفها ولكن انا حبيت اعطيكم مؤخرا خبرتي مع او تجربتي مع هذه الواجهه والتوزيع تمام بقيه البرامج ما عندي شيء مهم نفس البقيه وما في شيء ممكن الحين اسكر الفيديو هذا واقول لكم ان شاء الله نشوفكم في الدرس القادم مع السلامه.